كان في مجموعة من الصيادين هوايتهم صيد الحوت القاتل وبيعوا بمبالغ كبيرة، وعشان يصطادوه كان لازم يستخبوا باللانشات لأن الحوت ده ذكي وبيحس بالخطر بسرعة. وفي وقت مرور الحيتان اتحركت اللانشات وفردوا الشبك، والحيتان حست بالخطر وهربت ما عدا أصغرهم اللي وقع فريسة للصيادين ومسكوه، واتقفلت عليه الشبكة وجت أمه والقطيع بتاعه يساعدوه، بس لما عرفوا إن مفيش في إيديهم حاجة ودعوه ومشيوا. وكان في ولد صغير اسمه جيسي، حياته كلها كانت مشاكل ومن جوعه كان بيسرق أي حاجة قدامه عشان ياكلها، وكل ده كان تمرد على الحياة بسبب فقدان أمه اللي سابته وهو صغير وسافرت ومعرفش عنها أي حاجة. وكان عايش مع غيلين وآني وكانوا بيعاملوه معاملة كويسة جدا رغم إنه كان تعبه. وفي وقت دورية الشرطة شافتهم وجريت وراهم، دخل هو وأصحابه منتزه يستخبوا فيه، ولما اطمئنوا إن الشرطة بعتت بدأوا يخربوا في المكان ويرشوا سبراي ملون في كل مكان. وفجأة جيسي لقى الحوت قدامه وخاف وجري، بس الحوت طلع صوت زي صوت استغاثة وجيسي رجعله يتفرج عليه، وتفاجئ جيسي ان الشرطة رجعت ومسكوه، وعشان هو سنه صغير الشرطة خرجته في مقابل انه يتعاقب وينظف المكان اللي رش فيه السبراي كله لوحده. وتاني يوم راح المنتزه وتعرف على راندو المسؤول عن المكان، وبدأ جيسي في تنظيف المكان. وبعد شوية الحوت قرب منه وجيسي كان مبسوط من المنظر وطلع فوق عشان يشوفه في حوض السباحة، والحوت طلع ورش عليه مية، وراندو حذره من الحوت وعرفه انه اسمه ويلي، وقال له ان الحوت ده قاتل ويقدر يكسر عظم الانسان بفكه في ثواني. بعدها شاف عرض الاسد البحر واللي كان بيقدم العرض واحده اسمها ري، وشاف عرض ويلي، وري لاحظت ان جيسي مهتم بالحوت ده. وتاني يوم جيسي رجع عشان يكمل نظافه المكان وطلع الاله الموسيقيه بتاعته وعزف بيها، واول ما ويلي سمعها جاله، وجيسي حس ان ويلي فرح لما سمع صوتهم وطلع له فوق وكمل عزف، وويلي فضل يلعب حواليه وابتدى يعرف كل حاجه عن ويلي ويعرف بيحب ايه وبيكره ايه وايه اكتر سمكه بيحبها. وفي الليل هرب من البيت وراح لويلي وفضل يعزف له وويلي يلعب حواليه، ولما راندو سمع صوت غريب طلع يشوف فيه ايه، وجيسي جري عشان ما يشوفوش، اتزحلق واتخبط ووقع في حوض السباحه وفقد وعيه. وعلى كلام راندو اللي قاله لجيسي بان الحوت ده قاتل ويقدر يكسر عظم الانسان بفكه في ثواني، كده بالنسبه له جيسي فريسه سهله، لكن ويلي قرب منه وبكل هدوء طلعه وانقذ حياته. وراندو كان مستغرب من اللي حصل وقال لجيسي في سبب مهم خلى ويلي ينقذك وما ياكلكش، وقال له ان ويلي عمره ما لعب معانا ولا اهتم بيا ولا بري زي ما بيعمل معاك، وان في شيء غريب بعلاقتك بيه، وخد جيسي ومشيوا عشان يروحوا. وغيلين واني كانوا قلقانين عليه، ولما راندو حس ان جيسي زعلان عشان ما عادش هيرجع المكان تاني اقترح عليهم ان جيسي يشتغل معاهم في الاجازه الصيفيه، وجيسي كان سعيد جدا بالاقتراح ده. وتاني يوم راح لشغله، واول ما وصل لقاهم ماسكين ويلي في الشبك عشان يكشفوا عليه، وويلي كان بيصرخ زي الطفل الصغير، ولما جيسي قرب منه ويلي بصله بحزن كانه بيطلب منه يساعده، وجيسي ما استحملش يشوفه بالمنظر ده وراح فتح الشبكه عليه، وراندو شافه بس مرضاش يتكلم وراح لجيسي وقال له دي اقل حاجه تعملها لويلي لانه انقذك قبل كده، وكان سعيد انه فتح عليه الشبكه. وجيسي بدا يهتم بيه ويروح يشتري له اكل ويحدفه له، بس ويلي جاب له السمكه وطلب منه انه يحطها له في بقه، وجيسي كان خايف بس بعدها اتشجع وحط له السمكه في بقه وتشجع اكتر ولمسه، ولما سابه ومشي ويلي مشي وراه وكان عايز يلعب معاه، وفضل يقلد حركته وجيسي عرف انه بيستجيب ليه، وفضل يعمل حركاته وويلي يقلده ويعمل زيه، وبكده جيسي يقدر يدرب ويلي على اي حركه. وراندو وري كانوا مبهورين من اللي شايفينه، وري اندهشت اكتر لانها حاولت تدرب ويلي قبل كده وفشلت في تدريبه، وسالت جيسي هل هو ممكن ياكله ولا لا، وجيسي اكله قدامها، ولما هي حاولت تاكله في بقه رفض ومشي. وري ابتدت تحكي لجيسي عن حياة الحيتان بأنها بتعيش في مجموعات وإن كل حوت بيعيش مع أمه، وعرفته إن حوض السباحة اللي ويلي عايش فيه دلوقتي صغير وسبب إن زعنفته ملتوية ده لأن حوض السباحة صغير لحجمه ولازم يعيش في حوض أكبر بكتير، وإن دايل صاحب المكان مش عايز يصرف عليه وإنه عشان يكبر المكان لازم يلم فلوس منه. ومن هنا جت لهم الفكرة إنهم يدربوا ويلي ويعملوا بيه عرض يلموا من وراه فلوس يكبروا بقى حوض السباحة ليه، وابتدت ري تعرفه إزاي يدربه. وجيسي كان بيدربه كل يوم على حركة جديدة، وكان بيروح يجيب له سمكة السلمون اللي بيحبها ويخليه يطلع يجيبها بنفسه، وفي الليل كان بيسمع ويلي وهو بيعمل صوت عالي كأنه بينده على حد، بس جيسي ما كانش فاهم هو عايز ايه، وويلي بقى مطيع جدا لجيسي وبينفذ له اي طلب يطلبه منه، وجيسي اتشجع وبقى ينزل له ويركب عليه، وكانت الحركة اللي بيحبها ويلي ان جيسي يبوسه ويحسس له على لسانه، وري كانت سعيدة جدا ان ويلي بقى جاهز للعرض. وجيسي كان بيروح يشتري له سمكة السلمون بكل مرتبه، وجي دايل صاحب المكان عشان يشوف عرض ويلي مع جيسي، وبدأ العرض، وويلي كان مستجيب لجيسي في أي طلب بيطلبه منه، وابتدى يعمل كل الحركات اللي جيسي دربه عليها، ولما خلص العرض، ري وراندو كانوا فرحانين جدا وراحوا يشجعوه، بس دايل صاحب المكان كان قلقان، وطلب من جيسي إنه يكرر العرض تاني عشان يطمئن،
ولما عمل العرض تاني فرح وبقى متفائل انه يلم من وراه فلوس كتير، واتعملت الدعاية لويلي وكل الناس راحت عشان تتفرج عليه، ودايل ما كانش مصدق ان المكان مفيش فيه كرسي فاضي، حتى تحت في العرض الزجاجي المكان كان مليان بالناس. وابتدى العرض وفتحوا البوابة لويلي وطلع جيسي، وكانت الصدمة لجيسي ان ويلي ما كانش مستجيب لأي امر ليه لسبب محدش عارفه، والجمهور ابتدى يسقفله كنوع من التشجيع. وفي العرض الزجاجي كانت الاطفال بتخبط عليه، وطلع ان ويلي مش مستجيب لأوامر جيسي بسبب الضوضاء اللي حواليه، وخبط اللوح الزجاجي والاطفال خافت وجريت والعرض فشل. وجيسي كان زعلان من اللي حصل وخرج وكان متعصب، وفي الليل راح لويلي وهو زعلان منه، لكن ويلي كان حابب انه يلعب معاه في الوقت ده. وجيسي كان مستغرب ليه ويلي ما عملش العرض ورفض، وقاله انه هيمشي ومش هيرجع هنا تاني، وودعه ومشي. وسمع ويلي تاني وهو بيعمل صوت غريب كأنه بينادي على حد، وجيسي طلع عشان يشوف في ايه، ولقى فعلا ان عيلته في المحيط بتنادي عليه وهو بيرد عليهم. بعدها سمع صوت غريب ونزل عشان يشوف في ايه، ولقى ان دايل صاحب المكان بعت ناس عشان تكسر المكان الزجاجي، وكان عايز ويلي يموت لانه مأمن على حياته بمليون دولار. وبما ان ويلي مفيش منه فايدة فقرر انه يستفيد بالفلوس. ولما خلصوا ومشيوا جيسي راح لراندو وقال له، ولما راحوا لويلي جيسي قال لراندو انهم ينقذوا ويلي ويودوه المحيط، وقال له انه عيلته هناك ومستنياه، وراندو رجح الفكرة ووافق عليها. وري لما جت كانت رافضة في الاول، لكن راندو قال لها ان الحوض الزجاجي اتكسر وويلي هيموت، ولو انقذوه مش هيبقى عليهم اي مساءلة قانونية. ابتدوا يجهزوا الاغراض اللي هيرفعوا بيها ويلي، بس قبل ما يطلع الحوض الزجاجي اتكسر، وبكده حركة ويلي هتكون صعبة لانه هيتسحب لورا. وجيسي نزل وربط السلسلة في الونش اللي هيرفع بيه ويلي، وقدروا انهم يرفعوه، بس كان عندهم مشكلة تانية في انهم يلاقوا عربية يسحبوا بها ويلي. وجيسي فكر في عربية غيلين وراحوا خدوها، وعرف بعد كده ان هو اللي واخدها، وعن طريق جهاز الارسال اللي في العربية كلمه، بس جيسي ما سمعوش، وكان لازم يرش مية على جسم ويلي باستمرار لان لو جسمه نشف ويلي هيموت. ومشيوا في اتجاه المكان اللي هينزلوا فيه ويلي للمحيط. بعدها جه اتصال لدايل ان الحوت اتسرق، وكان غضبان جدا لان التأمين على حياته مش سرقته، يعني مش هيقدر يصرف المليون دولار. وفي طريقهم قابلوا مشكلة تانية ولقوا شجرة قافلة الطريق، وقرروا انهم يرجعوا يمشوا من طريق تاني. ولما راندو رجع بالعربية الكاوتش غرس، والمقطورة اللي محملة ويلي كانت هتقع، ولما حاولوا تاني معرفوش، وراندو فقد الامل وقال لهم لازم مساعدة. وجيسي فكر في غلين انه يساعده وكلمه وحكاله على اللي حصل، وغلين واني راحوا له. وجيسي قال له انه دايل عايز يقتل ويلي عشان يصرف فلوس التأمين، وان الحل الوحيد انه يودوا ويلي المحيط، وان عيلته مستنياه هناك. وغلين رفض، بس لما لقى جيسي متأثر بيه قوي وبيترجاه وافق، وقدر انه يسحب المقطورة ورجعوا ومشوا في طريق تاني. ولما المية اللي معاهم خلصت دخلوا مغسلة ورشوا عليه مية، لان جسم ويلي لازم يكون مبلول غير كده هيموت. وعلى ما وصلوا كان ويلي في حالة سيئة من قلة المية، واتفاجئ غلين لما لقى دايل وهو ورجالته منتظرينه، وغلين جري بسرعة وكسر البوابة ورجع بالعربية البحر. بس للأسف ويلي كان لسه متأثر بنقص المية وما كانش قادر يتحرك، وجم رجالة دايل ومسكوهم، وبعد ثواني ويلي جمع قوته واتحرك ومشي. بس دايل كان عامل حسابه ومتفق مع صيادين وقفلوا عليه الطريق بالشبك، وويلي مقدرش يعدي منها. وجيسي جري وفضل ينادى عليه انه يبعد عن المراكب ويروح له، وويلي راح له. وجيسي طلب منه انه يرجع وينط من فوق الساتر الصخري، وفضل يبكي ويقول له انه مش هينساه، وطلب منه انه يبلغ سلام لأمه، وبدأ يشجع ويلي بانه ينط من فوق الساتر الصخري. بس الموضوع كان شبه مستحيل لان العمق ما يسمحش لويلي انه يقدر يقفز من المسافة دي، وكمان الصخور ارتفاعها عالي. لكن ويلي حاول، ومع اشارة جيسي ويلي قفز وعدى الجنب التاني. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد هنزله. يلا سلام.